إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. والتقوى عباد الله هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى عباد الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى عباد الله تجعل العبد سعيدا في الدنيا وتنجيه يوم القيامة. عباد الله، إن لهذا الدين محاسن عظيمة ومناقب جليلة، ومن ذلك أنه جاء بالإحسان، جاء يأمر بجميع أنواع الإحسان وبجميع أشكال الإحسان، الإحسان مع المؤمن ومع الكافر، الإحسان مع الموافق ومع المخالف، الإحسان مع القريب أو البعيد، الإحسان مع المحب أو البغيض، الإنسان مع المعاهد أو المعاهد أو المحارب، الإحسان حتى مع الدواب والبهائم. فما من شأن من الشؤون سواء تعلق بالقول أو الفعل إلا ونجد سبيل الإسلام فيه هو الإحسان. وإذا تتبعنا آية القرآن الكريم وكذا الحديث النبوي العظيم لوجدنا ملء العين والبصر من نصوص تأمر وتدل على الإحسان. ففي القرآن يأمر الله بالإحسان فيقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويثني المولى جل وعلا على الأنبياء بأنهم من أهل الإحسان، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وذكر هذه الآية: وكذلك نجزي المحسنين، في حق يوسف وموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من
الأنبياء، كما أثنى الله تعالى على المحسنين وذكر لهم الأجر العظيم. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال جل وعلا: وسنزيد المحسنين، أي من الأجر والثواب. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المحسنين. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الله بالإحسان بالقول فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال عند الجدال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس مع المؤمن فقط بل حتى مع الكافر، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وفي المعاملات المالية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي النزاع والمخاصمة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. وجعل تبارك وتعالى كرم الغيظ والصفح عن الناس والأهوى من الإحسان، فقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله أمر بالإحسان وكتبه على كل شيء، وذلك بما رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد مدح الإحسان ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع من كتابه تبارك وتعالى. والمراد بالإحسان عباد الله كما جاء مفسرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجمع في هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى، يجمع كمال الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص إرادة الله، ابتغاء وجه الله، ألا تلتفت إلى المخلوقين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن يكون بدنه وماله لله عز وجل، يعبد الله تبارك وتعالى بذلك، وأن يأتي بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. وقال ابن رجب رحمه الله يشير إلى تفسير الحديث: أي أن يعبد العبد ربه يستحضر قربه
وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، وعند ذلك ستحسن أعمال القلوب، وستحسن في القول، وتحسن في العمل. قال: ويوجب ذلك النصح في العبادة وبذل الجهد، النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها، في تحسينها وإتمامها وإكمالها. انتهى معنى كلامه رحمه الله. الإحسان عباد الله أمر الله عز وجل به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، يكون في كل شيء، ولكن إحسان كل شيء بحسبه، إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإحسان بها يكون على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان واجب فيها، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فهو من باب المستحب المندوب المسنون وليس بواجب، ويرتفع فيه الناس درجات. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وتركها ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، كما قال ابن رجب رحمه الله. والإحسان بالصبر، قال: على المقدورات، بأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. قال: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، أي في معاملة الوالدين أو الأبناء أو الجيران أو الضيف أو غير ذلك من الناس، أن تعاملهم بالإحسان بما أوجب الله تعالى. والإحسان الواجب في الولاية، ولاية الخلق وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك، في ذلك كله إحسان ليس بواجب. فلا بد لمن تولى أمر المسلمين ولاية عظمى كانت أو خاصة أو جزئية وغير ذلك، لا بد من إحسان في الولاية، وذلك بأن يقوم بواجب الولاية الملقاة على كاتبه على وجه الإحسان. فالمجيء بما يلزمه الإحسان فيه واجب، وما كان زائدا عن ذلك فالإحسان فيه مندوب ومستحب. وهكذا عباد الله، الإحسان لا تطرق بابا من أبواب حياة الورع إلا وقد نص الشرع فيه على الإحسان، حتى في القتل والذبحة، فمن استحق القتل يحسن في قتله، ومن يباح إزهاق روحه لا بد من الإحسان في ذلك على أسهل وجه وأسرع وجه، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله. فالإحسان في كل شيء من أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح والأركان، الإحسان في الجوارح، منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو فضيلة لا يسع من كان له عقل ومروءة أن يفوت على نفسه ذلك الفضل، ولكن هذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالإحسان عباد الله أمر الله به أمر إيجاب أو أمر ندب على اختلاف الأحوال والظروف، وذلك يشمل ويدخل جميع الأبواب، ما تعلق بالأمور القلبية أو القولية أو العملية. فحري بنا عباد الله
أن نسعى لتحقيقه وأن نكون ممن أثنى الله عليهم في كتابه بإعظام الثواب والأجر لهم، ولأجل أنهم من المحسنين كما قال تبارك وتعالى: وبشر المحسنين. جعلني الله وإياكم من المحسنين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، إن من الإحسان ومن أنواع الإحسان بذل المنافع، بذل منافع المال ومنافع البدن. فإطعام الطعام فرض على الكفاية باتفاق أئمة الإسلام. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاري. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وخاصة، عباد الله، في مثل هذا الزمن وخاصة في هذا الفصل، فحاجة كثير من الناس ظاهرة للآيات، إما حاجة لسد طعام، سد جوعة من طعام، أو سد برد من فقد لباس، أو استدفاء بآلات، أو ما يكن هؤلاء المحتاجين ويسترهم في بيت ومسكن عن الناس. كل هذا، عباد الله، من فروض الكفاية على الأمة حاكما ومحكوما، ويلزم خاصة من كان له فضل من ماله وكفاية في ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أي من كانت عنده دابة فاضلة تزيد عن حاجته فليعد بها للذي ليس له دابة وظهر، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني عدد كثيرا من الأموال. قال: حتى رأينا أنه لا حق منا في فضله. رواه مسلم. ذكر كثيرا من الأموال، في كلها يقول: من كان عنده شيء يزيد عن حاجته فليعد به، أن يعطيه للذي يحتاج إليه في جميع الأموال. قال: حتى ظننا أنه لا يبقى لنا شيء من فضل أموالنا. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه يجب على أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إذا لم تقم الزكاة بذلك. يعني لو زكى أهل البلدة أموالهم ومن دوابهم وزروعهم، ومع ذلك لا يزال الفقراء في حاجة طعام أو لباس أو استدفاء أو سكن أو مركب أو غير ذلك، وجب عليهم أن يسد حاجتهم. فلا بد من القيام لهم بما يسد حاجتهم في الطعام واللباس والسكن مما ينفعهم صيفا وشتاء. واعلموا، عباد الله، أن الله تعالى قد يحفظ على الواحد نعمته ما كان يسعى بها في حوائج إخوانه. كم من الناس
بل يعطيه الله جل وعلا نعمة ليسعى بها في حوائج غيره، فمتى ما قطعها عنهم قطعها الله عنه. والناس في ذلك يختلفون. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم تركها ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. فإذا ملوهم وقطعوهم وتركوا إيصال الحوائج إليهم قطعها الله ونقلها عنهم إلى غيرهم. وفي حديث آخر: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله يعطي فضله من يشاء ورزقه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالت: تعز من تشاء وتذل من تشاء. فإذا منع هؤلاء عن إخوانهم نقلها إلى غيرهم. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم فحولها إلى غيرهم. رواه الطبراني أيضا من حديث ابن عمر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرضت تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني من حديث ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني من حديث زيد بن ثابت. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت حاجته. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا أي قلقا وهما وغما، أو تقضي عنه دينا. رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء عن ابن عمر أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ خذوا هذا الحديث عباد الله، حديث عظيم. أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كلما كان الواحد أنفع للناس كان أحب إلى الله. فانظر أخي المسلم، أن تكون للناس نافعا في قول أو عمل أو تصرف أو هيئة أو إعانة أو كف أذى كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. مسلم في هم وغم وكرب، وكم ممن هو في ذلك جالس بما بيننا من الرجال أو النساء. فلو بحثت ونقبت وفتشت كما تفتش على المال وذلك جائز لك، لوجدت مال
من هو في حاجة، فأدخل عليه السرور، فذلك أحب الأعمال إلى الله، تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مشيت لقضاء حاجة أخيك يفضل ذلك صلى الله عليه وسلم من أن تعتكف في مسجد شهرا، تصلي في اليوم الخمسة بألف صلاة لكل صلاة، فالخمس الصلوات بخمسة آلاف صلاة. الشهر إذا كان ثامن ثلاثين فصارت 150,000 صلاة. أن تسير في حاجة أخيك أفضل من ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم. ومن كرم غيره ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. أقول: ما سبب ورود هذا في هذا الحديث؟ فيما يظهر من فهم أن هذا الذي يسعى في حاجة الناس لا شك ولا ريب أنه يكثر عليه، فيجد في نفسه ما يجد، فكظمك للغيظ هذا من أبوابه أخي المسلم. ولو شاء أن يمضيه أمضاه، لأنك تحسن إلى الناس ويتكلمون فيك، لأنك تحسن إلى الناس ويغتابونك، وينم عليك وبينك وبين غيرك، فيصيبك من الغيظ ما يصيبك، ولو شئت لأمضيته. فإن كرمته ملأ الله قلبك يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، كتب الله أو ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني وكذا ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الألباني في الكتاب صحيح الترغيب والترهيب. هذا عباد الله حديث من أعظم الأحاديث في فضائل الأعمال، يبين فيه عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله. فإياك وأن تضر بالناس، وإياك وأن تؤذي الناس، وإياي وإياك أن نلحق الأضرار بالناس أو أن نلحق الأذى بالناس. وليتوجه كل منا إلى ربه يدعو الله في أن يوفقه لأن يتحلل من كل مظلمة أضر بها غيره أو ألحق بها أذى إلى غيره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحللنا من جميع المظالم، مما وصلناها إلى غيرنا شعرنا بها أو لم نشعر، وأن يتجاوز عنا عن ضرر ألحقناه بغيرنا أو أذى ألحقه به واحد منا بغيره. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إذا علمت أن السائل صادق أيجب علي؟ قال: نعم. إذا علمت أن السائل الذي يسألك صادق أيجب عليه؟ قال: نعم. ولقد كان الصحابة عليهم الرضوان كما ركبنا في الحديث الذي سبق، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كانوا إذا أصابتهم حاجة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا فضول أموالهم فيتصدق بها، حتى إنهم لا يرون أنه لا حق لهم في شيء مما يفقد من الأموال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو قام واحد فيهم فجمع فضول أموالهم لكان ذلك حسنا، وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علم احتياجهم إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنفع الناس للناس،
وأن يوفقنا لأحب الأعمال إليه من سرور يدخل على مسلم، وكشف كربة أو هم أو غم أو سد حاجة من جوع أو كسوة من عني أو إكنان له وستره في بيت يكنه ويكن أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. وهذا الزمن عباد الله كثير من الناس في حاجة إلى ما يسد حاجاتهم من طعام ومن ملبس ومن أحذية ومن آلات استدفاء ومن إكنان في سكن ومن كن في سكن وغير ذلك. فيجب علينا ممن له قدرة ولو على أبسط الأشياء يراها هو بسيطة يسيرة لكن عند المحتاج والله إنها لعظيمة. ونحمد الله تعالى أن جعل في هذه البلدة بعض الجمعيات التي تسعى لإيصال مثل هذا لأهل الحاجة. نحمد الله تعالى على ما فيهم من أمن وأمان، وهم أهل أمانة يوصلونها والله بشهادة كثير من الناس إلى من يحتاجها حقيقة. فنسعى بما نملك عباد الله لنسد حاجة هؤلاء الإخوان، فهذا من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، فنكون أنفع للناس ومن أحب الناس إلى الله، ونقوم بأعمال هي من أحب الأعمال إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد الآمن المستقر رخاء سخاء، وكذلك سائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.